برضو الزوج بيبقى فيها صعوبة برضو. طبعا يعني صح الرأي وفي ناس برضو يعني يساعدونا، بس اختيار الزوج الظهر الصارع، ظهر برضو. اختيار الزوج الصارع بتبقى وقتها بتبقى فيها احتياج للزوج بيبقى أكتر. أول يعني ما مهما كان أي حد هتسأله مش هيبقى قلبك عليه أو عارف ظروفك أو عارف اللي جواك زي الأب أو زي الزوج، يعني يقول واحد معانا. طبعا بعد الزوج رفضت الجواز، لا 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 كرست لا ما حياتي فكرتش كلها، فيه ما خالص، فكرتيش يعني اصلا. ما فيش في يوم حطيت حاجة مثلا مجرد تفكير بس حتى يخطر على بالي، لا طبعا الحمد لله خليت حياتي كلها للابناء، كلها بسم الأولاد. الله ما شاء الله طالعين حاجه فخر يعني. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ربنا يبارك اول فيكم. عرف اول ما عرفت بقى ان بناتك او اولادك هم اللي عملوا الموضوع ده، أنا الحقيقة اتبسطت جدا جدا طبعا، بس يعني ما كنتش متوقعة الحقيقة، يعني أنا ما فيش في يوم ما فكرت مثلا إن أنا أبعت حد يبعت أو حاجة، عشان كنت أعرف عليك قبل كده إن هم مثلا لازم اللي تبقى أم مثالية يبقى عندها ابنين بس، يعني يعني اثنين بس من الأولاد مش مش كتير. كده. فالحقيقة فوجئت طبعا، طلعت متصلة بنتي إيه اللي أنت عملته ده، يعني اتبسطت جدا جدا الحقيقة. هدية كويسة في عيد شكرا. الأم. هم نفسهم هيدول جابوا لي هدايا من قبل كده، يعني يمكن من شهرين او 3 شهور بيجتمعوا مع بعضهم يعني ويجيبوا لي هدية حاجة يعني ليا للبيت لاي حاجة يعني. مبتدأ دوت كوم